wood. عيلة كاملة بدها تقعد بالغرفة هاي. يعني حمام ما عندنا، نطلع على الجيران لفوق. ها يا مولى. أهم شيء جحدر. تعال حبيبي جحدر. أنت قلبي جحدر. نعم. يعني ما ينقعد غادة، حياة هناك ما أسوي هاي يعني أحسن من غادة. هون أريح من غادة تصفي يعني. والله يعني طبعا نكون تاركين بلادنا، يعني اللي تارك بيته وبلاده بده يكون مرتاح، يعني وين لو حتى قاعد بقصر مش راح يكون مرتاح. The vast majority of the refugees actually reside outside the camps in urban settings. Most of them in northern Jordan and a lot in and around Amman as well, and then a few scattered in remote areas. We're talking about roughly 80% of the population staying in the urban areas, renting in most cases, and facing difficult times, especially during the winter months. تصير هون الجمعيات. والله العظيم اول ما جيت بس سلمونا اجار البيت. يفتح نهار يتسكر 10. لا ولا كنا نحلم حلم، يعني انا كنت اطلع مشوار من بيتي اكثر من اسبوع ما اغيب. حاولي تفتح يوم خالتي اكثر. تقترب الى الامام قريبا. قادم؟